يا عمي هالتفاح عم تضرب الأمراض وبو ملحم تفاحته دايما بتجنن. كجارنا كم مرة نصحتك تستعمل الفلوريكس بأدار ونيسان تتكافح التبقع والرماد؟ فلوريكس فاضل اسم واسمع مني ما تستعملش غيره. جايب لك علبة فلوريكس خود ونصيحة مني لمزارعي التفاح تيسلم موسمكم ما إلكم إلا فلوريكس. فلوريكس؟ إيه تضمنوا شركة دباني إخوان الموجودة في كل لبنان.